المؤتمر الذي ينعقد في القاهرة في هذه الأيام برئاسة شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الدكتور أحمد طيب، هو يقع في سلسلة المؤتمرات والجهود التي يبذلها الأزهر من أجل نشر خطاب التسامح والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف والإرهابي، لأنه يتم من خلال هذه المؤتمرات توضيح الرؤية الدينية التي تبطل اعتماد الإرهابيين عليها في استغلال شبابنا وجذبهم إلى منظماتهم الإرهابية. حضرتك شاركت مع الدكتور أحمد الطيب في زياراته الخارجية، ممكن حضرتك تكلمنا عن هذه الزيارات وكيف تحضرون لها وانطباعات الدول؟ يعني الدكتور الطيب نحن تشرفنا بمرافقته في زيارته إلى عدة دول إسلامية مثل أندونيسيا وفي أبوظبي وفي البحرين وفي غيرها من الدول، وكان وفي فرنسا أيضا، وكان همه دائما هو أن يظهر صورة الإسلام على حقيقته الناصعة التي تدعو إلى السلم بين الشعوب وبين الأمم وتنبذ الكراهية والعنف. ولذلك هو كان يحمل لواء هذه الكلمة ولواء السلام في المجتمعات كلها. الدكتور أحمد الطيب قال في كلمته امبارح ان تبرئة الأديان من الإرهاب وحده لا يبقى، ويجب اجتماع ان يجتمع رؤساء المؤسسات الدينية عشان يفضوا النزاعات ما بينهم. فهل يعني الاقتراح زي ده يتنفذ ازاي؟ لا شك بأن يعني قبل سنوات أيضا عقد مؤتمر لمواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الأزهر، دعا إليه الأزهر، وكان فيه اجتماع من مختلف يعني الزعامات الدينية والقيادات الدينية، وأظهروا أن الإرهاب ليس له انتماء ديني، وإنما الإرهاب هو حالة إجرامية يمارسها الطامحون للسلطة من خلال العنف والإرهاب والكراهية. الآن توجد هذه الخطوة أنه طبعا تساهم مجددا في توضيح الرؤية الدينية، وأن الدين هو دعوة للسلم بين الأمم والشعوب كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هي دعوة للسلم. وكما جاء أيضا في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون المرسل رحمة للعالمين؟ تستغل هذه الصورة لتشويه الإسلام من خلال الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء. الدعوة يمكن أن تكون للقيادات الدينية مجددا من أجل أن يتدارسوا السبل الجديدة والمؤثرة في إحباط حجج الإرهاب ومحاصرة خطاب التطرف.